إبراشية السيدة العذراء بأمستردام ببدء صوم السيدة العذراء. وموضوع عظات النهضة هذا العام يدور حول حوار مع النفس. احتفلنا ببداية صوم السيدة العذراء القديسة طاهرة مريم، وصوم العذراء من الأصوام المحبوبة، شعبنا القبطي بيحبها جدا ويقبل عليها، وبعض الناس بيصوموا فيها بطريقة نسكية زيادة، يعني بيصوموا بالماء والملح، وبعض الآخر بيحب أن يزود أسبوع على 15 يوم بتاع صيام العذراء. ومعظم الكنائس حتى يعني مش شرط اللي تحمل اسم العذراء، اللي بتحمل اسماء القديسين الاخرين بتقيم النهضات. احنا هنا في مطرانيه الست العذراء في إبراشيه هولندا بنقيم نهضه كالعاده في كل سنه، برنامج حافل بصلوات المزامير والتسبيحه ورفع بخور عشيه، وبيشمل ايضا تمجيد للست العذراء ومجموعة من الترانيم وعظة في موضوع متكامل، يعني بنقسمه على 15 يوم بيشرح موضوع كبير. شعبنا القبطي مرتبط جدا بالست العذراء وبيحبها، وهي بتحب الأقباط، هي عاشت معاهم فترة طويلة 3 سنين وشوية وأحبتهم وعشرتهم، وفي الوقت ده كان يسوع طفل صغير لسه بيتعلم الكلام وتعلم، ولعله كان بينطق بعض الكلمات المصرية القديمة وعشرة قديمة، عشان كده الست العذراء ظهرت في مصر كتير في أماكن متعددة وتحب شعب مصر، وهي حارسة وحافظة على كنيسة مصر القبطية. كل عام وانتم طيبين، ونتمنى ليكم أصوات مقبولة وأيام مباركة سعيدة إن شاء الله.
وصاهم وصية قال لهم ايه ولما صار الى المكان قال لهم صلوا